السلام عليكم، شلونكم؟ شاف شخباركم؟ ياكم سجل على الأول للتعلم على الايفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس. طبعا يا شباب، اليوم انطباعي عن استخدام الايفون اكسس ماكس بعد ما استخدمته اسبوع كامل. فاليوم راح اعطيكم انطباعي عليه، هل هذا الجهاز يصلح، هل هذا الجهاز ما يصلح، كم تقييمي من 10، واتمنى اللي يستعمله يكتب بعد تقييمه تحت في التعليقات. فطبعا يا شباب، كل شيء له سلبيات وايجابيات، فاحنا راح اول شيء ندخل على الايجابيات وبعدين سلبيات الهاتف. طبعا يا شباب، مميزاته انه جدا سريع التلفون، يعني اسرع من الاكس يمكن بمرتين لو ثلاث مرات. طبعا انا استخدمت الاكس واستخدمت الاكس اس ماكس. طبعا يا شباب، الحين وصلنا لتجربة الالعاب. طبعا جربت فورتنايت وبابجي واسفلت 8، وصراحة يعني على جرافيك ممتازين. طبعا انتم يا شباب في المونتاج هذا ما راح تشوفون بالدقة والوضوح اللي انا اشوفه فيه. ليش؟ لان انا امنتج على 30 FPS وهذه اللعبة على 60 FPS. فمثل ما تشوفون يا شباب، اقل شي حاليا الظلال، مثل ما تشوفون شلون الدقة والوضوح في هذا الجوال. طبعا يا شباب، انجي لكاميرا الهاتف الجميل هذا. طبعا الكاميرا جدا احترافية، لمحبين التصوير لو تبون اشرح عنها بالتفصيل اكتبوا لي في خانة التعليقات. وطبعا يا شباب، خليكم الحين مع صوت الهاتف الرهيب. والحين صار عندنا 4 ايجابيات. طبعا يا شباب، هذا الهاتف فيه ايجابيات اكثر واكثر، فهذا فيديو مختصر، فخلونا الحين ننتقل للسلبيات. طبعا يا شباب، اول سلبية في هذا الهاتف سعره الغالي اللي يقارب ال 420 دينار بحريني او ال 4200 ريال سعودي. طبعا يا شباب، والمشكلة الثانية اللي واجهتني في هذا التلفون ان بصمة الوجه ساعات تعلق عندي. طبعا اللي ما يعرف ان بصمة الوجه صارت متواجدة في الايفون اكس وصعودا، لان الغوا بصمة الاصبع. طبعا المشكلة الثالثة يا شباب، مثل ما تشوفون عند تشغيل الفيديو، الاطراف اليمين واليسار لازم ينقص منها شوي، فما يعطيك في الفيديوهات الشاشة الكاملة للمشاهدة. يعني مثل ما تقول، انا صراحة هذه ما اعتبرها مشكلة، وهالمشكلة يعني انها تخليني ما اشتري التلفون. بس شباب، وصلنا للختام. طبعا اعطي هذا الهاتف 9.5 من 10. اللي يقول لي ليش، مشكلة الفيس اي دي هي اللي خلتني اعطيه 9.5 من 10. واتمنى انتم شباب تحت بعد تكتبون لي رايكم في الكومنتات عن هذا الجوال، وهل راح تشتريه، او اذا انت مشترينه هل عاجبنك مو عاجبنك، وكم تقييمك. وبس يا شباب، لا تنسون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب، مع السلامة.